لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فنانين جزائريين لن تصدق كيف أصبحوا بعد أن هزمتهم الشيخوخة. فعلا الدنيا غدارة، ستنصدم من هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو اضغط لايك وهتعرف السبب في نهاية الفيديو. ولو مش مشترك في القناة اشترك حالا وفعل جرس التنبيهات علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. واحد، بيونة. هي فنانة مسرحية ومغنية وممثلة جزائرية معروفة على الساحتين الوطنية والأوروبية. ولدت في حي بلكور العتيق في العاصمة الجزائرية، واسمها الحقيقي هو بايا بوزار، وأطلقت عليها عائلتها اسم بيونة، وهو تصغير لاسمها بايا، وعمرها 70 سنة. وهكذا أصبح شكلها. 2. عثمان عرياوات. هو ممثل جزائري ولد في مدينة أمدوكال ولاية باتنا، وفيها درس مرحلته الابتدائية. في سن 10 سنوات رحل رفقة عائلته إلى الجزائر العاصمة، وعمرها الآن 74 سنة. وهكذا أصبح شكله. 3. فاطمة بالحاج. هي ممثلة وكوميدية ومخرجة وناقدة سينمائية جزائرية من مواليد 17 نوفمبر 1963 بمدينة غليزان. تعد فاطمة بالحاج من مخرجات المعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان، وهي زوجة الممثل القدير صالح أكرود، وعمرها 59 سنة. 4. صالح أكرود. هو كوميدي وممثل ومقدم تلفزيوني وإذاعي وكاتب سيناريو جزائري من مواليد مدينة بريف لاغيارد بفرنسا، متزوج من المخرجة الجزائرية فاطمة بالحاج التي أنجب منها ابنته نسيبة. قام بتقديم حصة إذاعية بعنوان معنى للحياة معنى عبر قناة القرآن الكريم، وأيضا برنامج مسابقات، وعمره حاليا 61 سنة. وهكذا أصبح شكله. 5. محمد عجيمي. هو ممثل سينمائي جزائري معروف له دبلوم في التعليم من جامعة بوزريعة، يرتبط بالمسلسلات التاريخية حيث قدم ما لا يقل عن 20 شخصية و25 من التاريخ الإسلامي والجزائري، وهو يمتلك مقدرة كبيرة في هذا النوع من الأدوار التي تحتاج إلى مقومات فسيولوجية وصوت جهوري وتحكم في اللغة، وهي مواصفات توفرت لدى عجيمي. عمره 77 سنة. وهكذا أصبح شكله.
6. بهية رشدي هي ممثلة جزائرية وواحدة من أبرز الوجوه السينمائية والفنية الجزائرية. ولدت بالجزائر العاصمة في 1948، أصلها من بجاية. التحقت بالمجموعة الصوتية سنة 1969. تمتاز بشخصية رقيقة وهادئة قوية وجادة متفتحة وناضجة، وتمتاز بالرجاحة، لبقة في كلامها ودقيقة في انتقاء الأدوار. عمرها 74 سنة، وهكذا أصبح شكلها. سبعة. جميلة عراس هي ممثلة جزائرية اشتهرت في الوسط الفني على مستوى الجزائر، وحققت شهرة كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي، فلقد حصلت على إعجاب كبير جدا وقدمت العديد من الأعمال الفنية. فهي ممثلة قديمة من مواليد 10 إبريل، فلم تكتفي فقط بالتمثيل بل هي ممثلة وكاتبة أيضا، فلقد قدمت العديد من الأعمال الفنية من المسلسلات الدرامية، وهكذا أصبح شكلها. ثمانية. مليكة يوسف هي ممثلة جزائرية من مدينة وهران، سافرت إلى مصر في تسعينيات القرن الماضي وعملت بالتمثيل، إلى أنها بعد فترة عادت إلى بلدها الجزائر. من أعمالها فيلم عتبة الستات ومسلسل وهيبة، وهكذا أصبح شكلها. تسعة. محمد إرسلان هو ممثل جزائري بدأ مشواره الفني عام 1970 حين التحق بالمسرح وتلقن فنون التمثيل المسرحي. شارك في فيلم الصورة الشخصية، وهكذا أصبح شكله. عشرة. أسماء جرمون هي فنانة جزائرية تشبعت بحب الفن منذ طفولتها، خاصة منه فن الكوميديا والغناء. بداية أسماء الفنية كانت مع بداية سنة 1995، حيث التحقت بالمجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الجزائرية، وقضت هناك سنين خضعت خلالها إلى تمارين صوتية، وحفظت ورددت الموشحات العربية لتنطلق بعد ذلك على مدى في تقديم العديد من الحفلات والمهرجانات. أصدرت أسماء سنة 2002 ألبومها في الغناء الأول ما طاحتش بيا، وهكذا أصبح شكلها. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، لأن إن شاء الله في جزء تاني لو الفيديو وصل لإعجابات كتيرة، لأن في فنانين ما ذكرناش أسماءهم في الفيديو ده علشان مدة الفيديو ما تطولش أطول من كده. وبس كده، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.